بكم مشاهدينا وهمزة وصل جديدة نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. الأسبوع الماضي اتخذت الحكومة عددا من القرارات الاقتصادية الهامة التي تصب في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي. كانت مقدمة هذه القرارات الثلاثاء الماضي بقرار الغرف التجارية بمحاولة منع الاستيراد لفترة من الوقت، وذلك لمحاولة مساعدة السوق مرة أخرى على الاتزان. تلا ذلك مجموعة أو حزمة من القرارات المختلفة التي تصب في نفس الإطار، كان أولها هو تحرير سعر الصرف الخاص بالدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك في إطار الإصلاح أيضا، ومجموعة من القرارات الأخرى التي كانت متوقعة أيضا ولكنها جاءت حاسمة وحازمة في هذا الإطار. ترى ما هي تبعات هذه القرارات الاقتصادية الهامة على الاقتصاد المصري، وإلى أين يسير هذا الخط الاقتصادي بأكمله بمصر؟ والسؤال اليوم يطرح هذه الفكرة والمتابعة، وهو كما سيظهر على الشاشة الآن. ما رأيك في مبادرة اتحاد الغرف التجارية بوقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة 3 أشهر؟ ما رأيك في مبادرة اتحاد الغرف التجارية بوقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة 3 أشهر؟ سنفتح معكم هذا الملف الاقتصادي وتبعاته، وهو بالطبع حديث الساعة، ويمكنكم التواصل معنا بالطرق المختلفة، منها عبر الهاتف من خلال الرقم المختصر 1435 أو الرقم الثاني وهو 0902913. يمكنكم أيضا التواصل معنا عبر فضاء الإنترنت من خلال المواقع المختلفة، وهي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، إنستغرام، عبر همزة وصل إي جي. همزة وصل إي جي يمكنكم تسجيل آرائكم عبر هذه المواقع المختلفة وعلى صفحتنا على الفيسبوك حتى نتابع معكم ما ترونه في إطار حلقة اليوم. دعونا نفتتح هذه الحلقة ونبدأ بهذا التقرير عن موضوعها. توقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تشهد أسعار السلع الاستهلاكية تراجعا خلال الفترة المقبلة. توقعات الوكيل جاءت عقب مبادرة الاتحاد بمقاطعة السوق الموازية لمدة 2 أسبوع ثم ترشيد الاستيراد خلال 3 أشهر القادمة وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها رصيد أو التعاقدات الغير قابلة للإلغاء والسلع التي تم شحنها، مما اعتبر راه الوكيل بداية الانتعاش الأسواقي بعد الركود. وناشد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لفترة مقبلة. وقال الوكيل إن القطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 75% من العمالة سيجاهد دائما في دعم اقتصاد مصر وضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصري. وكانت الشعبة العامة للمستوردين قد أكدت أن جموع المستوردين تدعم سياسة الترشيد والتوقف عن استيراد السلع التي لها بديل محلي واقتصار العمل على الوفاء بمتطلبات المصانع. كما شددت الشعبة على أن المستوردين يقدمون المساندة للصناعة بشكل يسمح لها بالنمو باعتبارها البديل الأفضل للسلع التي يتم استيرادها بشكل عشوائي. عدد ضخم من الأسئلة والأفكار تدور في الأذهان عقب هذه القرارات الاقتصادية الهامة، ترى ما هي هذه الأفكار؟ دعونا نحصرها معا في إطار هذه الحلقة ومن خلال ما تم تسجيله عبر فضاء الإنترنت. أتوجه إلى آلاء وأسألها، ماذا لديك آلاء من آراء حتى الآن؟ أهلا بك مجدة، أهلا بكم مشاهدينا. بالفعل مجدة لدينا العديد من المشاركات حول موضوع الحلقة والتي جاء عدد كبير منها يصف هذه المبادرة من قبل اتحاد الغرف التجارية بترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية لمدة 3 أشهر بأنه قرار صائب أو قرار ممتاز، مع طرح أيضا عدد من المقترحات المختلفة لتنمية الاقتصاد والنهوض به في الفترة المقبلة. هذا ما يتضح من خلال التعليقات التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي
الفيسبوك حتى الآن، والتي نتعرف على أول مجموعة منها بتفاصيلها سويا. أولا عادل أبو شنب في البداية له رأي مختلف، يقول وقف استيراد السلع من الدول الأجنبية يتعارض مع اتفاقيات التجارة الدولية، لأن منظمة التجارة الدولية لن تسمح لمصر بذلك، وإلا سيترتب عليها عواقب وخيمة تضر بالاقتصاد، لأن ما فيش حاجة اسمها تمنع الاستيراد، ولكن من الممكن منع استيراد سلع معينة وبطريقة غير مباشرة عن طريق رفع الرسوم الجمركية عليها، أو عن طريق ترشيد الاستيراد بمنع البنوك من فتح اعتمادات لاستيراد السلع، وبالتالي سيتوقف استيراد هذه السلع ولكن بطريقة غير مباشرة. أما إذا نجحت مبادرة اتحاد الغرف التجارية لترشيد الاستيراد لمدة 3 أشهر في تنفيذ هذا القرار، سيصب بالطبع في صالح الصناعة المصرية. أبو علي نصر خليفة يقول قرار ممتاز وهام جدا رغم تأخره كثيرا، لأن مصر تستورد أشياء كثيرة ليست بحاجة إليها وليست ضرورية، ولكنها تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة من العملة الأجنبية، ونتمنى من الحكومة مراقبة الواردات والبحث عن بدائل للواردات التي نستطيع تصنيعها في مصر، بل يجب دعم المستثمرين وتوجيههم لعمل الصناعات التي نستوردها من الخارج. عويض عويضة صديق البرنامج يقول بالنسبة لقرار ترشيد الاستيراد لمدة 3 أشهر فيقول لماذا لا يتم عمل تطوير وتحديث وصيانة للمنشآت الصناعية المنتجة داخل البلاد لتكفي الاحتياجات الداخلية والزيادة للتصدير الخارجي، وكل هذا من السهل تنفيذه وبدقة عن طريق دخول المواطنين بالأسهم في تلك المصانع بنفس الطريقة التي شهدتها البلاد في عمل قناة السويس الجديدة، حيث أن الشعب المصري أكيد له انتماء وطني كبير. أيمن الأنصاري يقول في مجمل تعليقه مبادرة اتحاد الغرف التجارية بترشيد الاستيراد لمدة 3 أشهر هي قرار جميل، ولكن يجب العمل على الحد من السلع والمنتجات الصناعية والزراعية المستوردة من الخارج، وعلينا النظر إلى السلع والعمل عليها عن طريق إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع دعم الشباب وتسهيل الإجراءات لإقامة هذه المشاريع وتدريب الجادين الذين تنقص هم الخبرة، كل ذلك تحت قائمة الاكتفاء الذاتي الذي سوف يتحقق عن قريب، ومثل هذه المبادرة سيكون وقتها لدينا معظم السلع التي لا نستورد منها إلا القليل سواء زراعية أو صناعية. عبد الرحيم الأمير يقول قرار صائب جدا جدا، ويجب أن يكون قابل للتمديد ويتسع ليشمل جميع السلع غير الضرورية والسلع التي لها بديل محلي، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري من توفير للعملة الصعبة وفتح المصانع المغلقة وفتح مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار المباشر في مصر. إبراهيم شريف يقول كنت أتمنى من حكومتنا أن تمتنع عن شراء أي سلع غير ضرورية، والسلع التي لها مثيل في بلدنا مصر تستورد بمليارات الدولارات، سلع غير أساسية مثل أكل القطط وغير ذلك من سلع لا تمس الشعب المصري وليست ضرورية له، لذا أرجو التشديد بالفعل على منع استيراد أي سلع غير ضرورية في هذه الفترة. إذن مجدة كما تابعتي معي هذه بعض آراء المشاهدين التي وردت إلينا حتى الآن، وما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية نتواصل ونستقبل المزيد من الآراء، ربما نعود مرة أخرى ونستعرضها معكم، ولكن الآن إلى بداية الحوار مع مجدة القاضي. إليك مجدة. شكرا لك يا علاء، بالتأكيد سأعود إليك من جديد للمزيد من المتابعة وللآراء. ردا فقط على أول التعليقات التي وردت لدى آراء من أحد ضيوفها الكرام الذين أبدوا رأيهم، القرار ليس بالمنع، هو وقف لفترة زمنية محددة كما جاء في قرار اتحاد الغرف التجارية، والقرار نوع من أنواع التضامن مع الوضع الاقتصادي لفترة محددة. بالطبع لا يمكن إغلاق باب الاستيراد كليا، لأن مصر جزء من تجارة حرة ومن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، ومنها الجات كما نعلم جميعا، وبالتالي فهو قرار وقتي لمصلحة الاقتصاد المصري في هذا التوقيت إلى حين وضع رؤية اقتصادية حقيقية لعملية الاستيراد وآليتها الحقيقية. دعونا نبدأ الحوار الذي سيتضمن الكثير من النقاط اليوم في همزة واصل مع ضيوفنا من المتخصصين عبر الهاتف، وسيكون معي في هذا الجزء من الحلقة الأستاذ محمد بركة وهو رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي سابقا، ودكتور عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للإدارة. سأبدأ الحوار مع دكتور عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للإدارة. أهلا بك دكتور عز الدين.
اهلا بك يا فندم، ازي حضرتك الساده المشاهدين جميعا. يعني بعد تحيه طبعا دكتور عز، اريد منك ان تعلق على حزمة القرارات الاقتصادية التي بدأت من الثلاثاء الماضي من اتحاد الغرف التجارية بوقف الاستيراد لمدة 3 أشهر، ومن بعدها بدأت مجموعة من القرارات. الكثير ممن يعلمون توقعوا أن يتم التعويم في اليوم التالي مباشرة بعد الانخفاض الذي حدث على أثر قرار اتحاد الغرف التجارية. تمام يا فندم. طبعا اللي حصل من يوم الثلاثاء الماضي أن طبعا اتحاد الغرف التجارية عمل مؤتمر وقرر فيه قرار بان هو سوف يقوم بترشيد استخدام الدولار لمده 2 أسبوع فقط لا غير. نعم. وكمان هيوقف شويه الاستيراد، متضامنين طبعا مع الدوله، وقف الاستيراد يعني وقف الطلب على الدولار لمده 3 شهور بالنسبه للسلع المعمره، كلام من انواع التضامن مع الدوله. طبعا في نفس التوقيت ده او بعديه حاجه بسيطه كان في اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار واتخذ قرارات رائعه جدا بخصوص الاستثمار وتنشيط الاستثمار. نعم. طبعا الاجراءات دي خلال نفس اليوم ده تم طبعا حملة إعلامية ضخمة جدا أظهرت إن طبعا إن في انهيار في الدولار، وفعلا كان في انخفاض حاد في الدولار في خلال تلك الفترة. ثاني يوم الصبح يوم الخميس قائد البنك المركزي طبعا بإصدار قراره بتعويم الجنيه، تعويما كليا وليس تعويما جزئيا كما كنا نتوقع، أو تعويم مضار كما كنا نتوقع، ولكنه قام بتعويم كلي طرق للبنوك حرية التصرف فيه تحديد سعر صرف الجنيه امام الدولار، وبالتالي فقط احد ادواته السياسه النقديه وهي تحديد سعر الصرف، وسابوا البنوك في مواجهه السوق السوداء. واكبر طبعا البنوك او اصدر لهم قرارات بانهم يتم فتح البنوك 24 ساعه لمده كل يوم حتى في الاجازات الرسميه لكي تواجه هذه الظاهره لمده 3 شهور متتاليه عشان يتم القضاء على السوق الموازي نهائيا بهذا الاجراء. نعم. ثاني يوم على طول بعد قرار التعويم تم تحريك سعر صرف تم تحريك سعر الوقود ورفع طبعا معظم المحروقات، واتصور ان ده كان قرار طبيعي ومنطقي لان طبعا الدوله تتكبد بخسائر كثيره جدا في الموازنه العامه للدوله نتيجه التعويم اللي تم. الدوله كانت بتشتري المحروقات بسعر 88، دلوقتي هتشتري بسعر 15 او 16 جنيه لسعر البنوك المعوم حاليا، وبالتالي طيب. دكتور عز، انت ترى ان ما حدث منطقيا من الطابع الاقتصادي هو تحريك سعر الدولار سيتبعه بالتاكيد تحرك الاسعار بشكل عام، ليس المحروقات فقط ولكن في الكثير من مناحي الحياه. البعض يتساءل في الشارع المصري عن لماذا لم تتم هذه الخطوات على مدار العام الماضي. هو طبعا كان في خطوات، الخطوات دي كانت محسوبه انه هيتم تعويم، ويمكن يعني احنا يمكن من اكثر من سنه واحنا بنتكلم من ايام محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وان نعم. كان في تعويم هيتم، لكن طبعا تم ارجاؤه لظروف الاقتصاديه اللي كانت شموتها وقتها. الظروف كان في بيشوفوا البدائل المطروحه عن التعويم، هل ممكن جدا نستعيد عن قرض صندوق النقد الدولي ونقدر ندبر الدولار بموردنا الذاتيه؟ البنك المركزي استنفذ معظم الادوات الخاصه به كانت السنه الماضيه. اذا دكتور عز الدين حسنين، انت ترى ان الوقت لم يكن ملائم لاتخاذ مثل هذه الاجراءات الاقتصاديه في بدايه هذا العام تباعا. طيب اسمح لي ان استبقيك معي للمزيد من الحوار والاسئله في هذه الحلقه، لكني ساتوجه بالسؤال للاستاذ محمد بركه رئيس المجلس المصري الاندونيسي سابقا. اهلا بك استاذ محمد بعد تحيه. اهلا يا استاذ. أستاذ محمد، تعليقك على القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها قرار اتحاد الغرف التجارية، ومدى تناسب الوقت الحالي مع ما اتخذ من قرارات اقتصادية؟ طبعا اجتماع الغرف التجارية وقرارها بمبادرة وقف استيراد بعض السلع لمدة 3 شهور دي خطوة إيجابية جدا للغرف التجارية، لأن طبعا نعم. في سلع كثيرة جدا تأتي إلى السوق المصري وتضغط على الدولار وليس لها أي فائدة على المستهلك المصري. نعم. إحنا عاوزين مش الغرف التجارية اللي تعملها، إحنا عاوزين الشعب المصري أو المستوردين هم اللي ياخدوا هذه الخطوة، لأن طبعًا كلنا بنحب مصر وبالتالي نقدر نحافظ على البلد عشان ما ننهارش كلنا بسبب استيراد عشوائي وسبب استيراد سلع لا فائده لها في السوق المصري ولها بدائل في السوق المصري. نعم. قرار البنك المركزي بقى في التعويم كان جيد جدا، وكان وكان قرار صائب في توقيت صائب بعد قرارات السيد الرئيس في فتح الاستثمار في الصعيد، والقرارات اللي اداها الاعفاءات والاراضي ببلاش وكده، كان لازم يدي هذا السعر الاستثمار لان المستثمر
عمره ما هيجي مصر وفيه سعرين للدولار. فهو عاوز يوحد السعر عشان يشجع الاستثمار، ودي خطوة جريئة جدا. لكن لازم البنك المركزي يتابع البنوك في بيع الدولار. بمعنى ايه؟ خالص على البخل، بمعنى انه مش كل بنك يبيع بسعر غير التاني برضه، او التفاوت ما يبقاش كبير. يعني في بنوك النهارده اعلنت هو لو في اتزان في السوق التفاوت مش هيبقى كبير طبيعي يا دكتور. لا هو في تفاوت كبير. اول يوم في بنوك بعد ب 16.90 وفي بنوك بعد ب 14 وشويه في الاول، وفي ب 15 كان في تفاوت في جنيه واتنين. احنا عاوزين برضو البنوك تهتم بالمصنع، يعني يكون له اولويه في التدبير. المصنع النهارده ده اساس التصدير واساس دخل الدولار لمصر. نعم طيب، يعني معلش اسمح لي يا استاذ محمد، هل في اي استاذ محمد نهتم بالعماله؟ نعم استاذ محمد، هل في اي من نظام النظم الاقتصاديه الذي لا يحدد سعر الصرف، هل هناك تحديد للبنوك بمدى للقيمه؟ يعني كل في العالم كله بنذهب بنلاقي تفاوت ما بين قرش وقرشين. انا اعرف انك تتحدث عن فوارق كبيره، لكن كيف يكون تعويم ويكون هناك نوع ما من انواع التدخل المركزي في الامر؟ انا ما بقولش تدخل. نعم. انا بقول رقابه على ما يبقاش في تفاوت كبير بين البنوك. نعم. يعني ما يبقاش بنك بيبيع اغلى من بنك بجنيه، يبقى انا لو انا عميل البنك ده انا استفدت اكثر من الثاني. يعني تقريبا البنوك تتوحد، انا عاوز البنوك هي اللي تتعب مع بعض، مش البنك المركزي بس. طبعا البنوك عايز تتوحد لازم يكون في رئيس. اي مركز في الدنيا لا تسير بدون رئيس. وبالتالي احنا لنا رئيس كبير المركب ماشيه بيه والحمد لله. يبقى في رئيس البنوك هو محافظ البنك المركزي، برضه لازم يتابع اسعار الصرف ما تبقاش مفتوحه قوي للبنوك عشان ما تخربش زي تجار العمله، يعني ما ننقلش السوق السوداء من بره للبنوك. بالتالي عاوزين برضه تبقى في حاجه محدوده. نعم. عشان تبقى يعني في سيطره. هو مع زيادة ما ستوفى تحصل عليه البنوك أو مع اتزان عمليات النقد الأجنبي في لدى البنوك، أعتقد أن هذا سيتوارى شيئا فشيئا حينما يتم، خاصة مع إعلان البنك المركزي نفسه أن كل البنوك سيتاح لها أن تنشئ صرافة في الفترة القادمة، وبالتالي سيكون همها هي الأخرى أن يكون السعر متزن نوعا ما لتحقيق نوع من أنواع العدالة. هذا ما أعتقد، لكني سأبحثه أيضا أستاذ محمد، وأدعوك لأن تستكمل معي الحوار. أتوجه بالسؤال مرة أخرى للدكتور عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للإدارة. دكتور عز، أي فندم حضرتك، هل ترى فكرة التفاوت ما بين البنوك بالخطرة في هذه الفترة، خاصة أن سعر الصرف لم يتزن بعد؟ أنا شايف أن احنا طالما عملنا التعويم كامل والبنك المركزي يعني أطلق حرية البنوك في تحديد سعر الصرف، فتصور ان التفاوت ده شيء منطقي، لان كل بنك الفتره اللي جايه من وجهه نظري الشخصيه البنك المركزي هيشيل ايده خالص من موضوع العطاءات الدوريه اللي كان بيتم بيضخها في البنوك. البنك المركزي مش عايز يضغط على الاحتياطي النقدي اللي عنده بشكل كبير ويضخه للبنوك كل شويه عشان يدعم بيه الجنيه. البنك المركزي اطلق حريه القرار للبنوك ان هي تدبر الدولار بمعرفتها بالشكل اللي هي عاوزاه بالسعر الذي يتناسب وقوتها الماليه او قوتها في السوق. هي حره، البنك عايز يبيع من 16 ل 17، انت حر، انت في الاخر هتدفع للمستورد بتاعك، هل هياخده منك ولا لا، ولو ما خدوش منك يبقى انت شربت الدولار ده. فهو البنك هيعمل بشكل او باخر السعر اللي هيشوفه موازن ومتوازن مع متطلباته وحجمه، وعشان يجمع اكبر قدر من الدولار، لان البنك المركزي على مستورد مش هيديله دولار، طب هو هيوفي احتياجات عملائه منين؟ اللي يبقى عنده دولار باي شكل داخل البنك المركزي باي سعر، وهو في جميع الاحوال بعد كده ان شاء الله في اجراءات ثانيه. يعني انا شايف ان هي هتحد من التعامل خارج الدولار، مفيش حد قدامه غير البنك، السعر اللي هيحطه البنك والبنك هيبقى هو الصرافه وهو السوق السوداء وهو كل حاجه، فبالتالي المستورد هياخد الدولار من جوه كل بنك. عشان كده الثلاث شهور الجايين دول البنوك هتشتري الدولار باي شكل من السوق عشان يبقى كل بنك عنده. طيب هو ده اللي حضرتك بتقوله، هو اللي بنسمعه في عالم المال الان، ان بيقال ان اي حد بيتوجه للبيع للبنك بيتم الشراء منه السعر عادل من وجهه نظر اللي بيبيع، لكن هي مشكله بتبقى في اللي رايح يشتري. ما زالت هذه المشكله مطروقه حتى الان او موجوده حتى الان؟
ما هو اللي بيشتري لازم يكون المستورد، عشان كده بقول لحضرتك لازم يبقى في اجراء ثاني من البنك المركزي او خلال الاسبوع ده اللي احنا فيه او اللي جاي ان عمليات البيع والشراء للدولار لن تتم الا من خلال البنوك، وبالتالي يبقى البنك هو الصرافه وهو السوق السود، وكل بنك يحط السعر اللي هو عاوزه ويجمع الدولار بالشكل اللي هو عايزه اللي هيديه المستورد. بس هنا هيبقى فيه مخاطره ان البنوك هتنافس نفسها على السعر، البنوك ممكن جدا تنجرف الى اسعار كبيره جدا ممكن توصل ل 20 تتجاوز ال 20، وبالتالي ممكن تدخل خش نفسها في مخاطر. اتصور ان في خدعه قد تحدث الفتره اللي جايه توقع البنوك في مخاطر بمليارات الجنيهات لو انجرفت ورا السوق السود. اتصور ان في خطه هيحطها لوبي السوق السود الفتره اللي جايه لمواجهه القرارات دي اكيد، ان يجر البنوك على سعر عالي جدا وبعد كده يخفض السعر مره واحده، فالبنوك على طول تقوم متحمله خسائر بمليارات. عشان كده احنا بنقول ان البنوك لازم تلتزم الى حد ما بضبط النفس، تنجرفش ورا السوق السوداء. اقصى سعر من وجهه نظر الشخصيه الاقتصادي 17 جنيه للدولار هو السعر الذي يجب الا تخاطر البنوك فيما بعده. وده السعر اللي اتجمع بيه الدولار، بعد كده تتوقف لان الدولار بعد كده لو في السوق السوداء وصل ل 20 او تجاوز في جميع الاحوال لن يتم الطلب عليه. نعم اذا دكتور عز الدين حسنين استاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للاداره يرى ان السوق مفتوحه للكثير من الاحتمالات في الفتره القادمه، وان عمليه الاتزان يجب ان تتم عن طريق نوع ما من انواع احكام السيطره على ما يحدث، لان بالتاكيد السوق السوداء ستقاوم. اشكرك دكتور عز الدين حسنين على المداخله وابداء الراي. اعود مره اخرى للاستاذ محمد بركه رئيس المجلس المصري الاندونيسي السابق، اهلا بك استاذ محمد مره اخرى. السؤال هذه المره كنت تتحدث عن ضروره احكام المركزي للرقابه على الاسواق، ومن هنا انطلقت انا بحديثي، كيف ترى عمليه احكام السيطره على الاسواق حتى لا تعود السوق السوداء للمقاومه بالرفع امام البنوك؟ انا ليه بقول كده حضرتك؟ عشان ما يحصلش مضاربه ونعلي على بعض، انا البنك عاوز يكسب وده عاوز يكسب وده عاوز يكسب، يبقى احنا هنضارب بعض. الدولار فعلا هيعدي ال 20 جنيه بالطريقه دي، لكن هو مش سعر حقيقي ولا ال 17 جنيه سعر حقيقي، مش التقدير العادل، لان ده سعر غير عادل. لكن هو الفتره والمرحله اللي احنا فيها دي ممكن نتحمل هذا السعر، لكن حقيقه السعر لا يتعدى 10 او 11 جنيه بالنسبه للدولار. طيب بناء على ايه يا استاذ محمد؟ دي حسابات يعني ماذا مقابل الجنيه المصري؟ يعني ايه الجنيه المصري يسوى كام مقابل الدولار زي عمله اي عمله عالميه؟ احنا عملتنا مش منهاره بهذه الطريقه، لكن هي السوق السوداء هي اللي عملت انهيار للجنيه المصري وخلت الناس شكت في الجنيه المصري، وبالتالي خزنت الدولار اكثر ما تخزن الجنيه المصري. لكن انا شايف الاجراءات اللي خدها البنك المركزي وكمان بزياده الفايدة على الجنيه المصري اللي عملتها دي والودائع اللي هتعملها دي هتحد من الطلب على الدولار، وهتخلي الطلب على الدولار للمستوردين وللمصانع وليس للتخزين في المنازل، فدي طبعا هتنزل السعر وده اكيد هينزل، بس الشعب يهدى شوية لمدة شهر او شهرين ان شاء الله الاسعار هتنزل والسلع اللي هتغلى هترجع تاني وهتتراجع. طيب سؤال يعني دايما نقول ايه، الحاجه بتغلى وما بترجعش ترخص، هل تتوقع ان تحدث موجه في انخفاض الاسعار؟ لان البعض لا يتوقع هذا على الاطلاق. استاذ محمد اكيد ان شاء الله الاسعار هتهبط مع هبوط الدولار، لان مفيش حاجه اسمها مستورد بيحط سعر غير على التكلفه ونسبه ربح، وبالتالي لو الدولار نزل هينزل بالسعر، ده طبيعي جدا ان الاسعار تنزل لو طلعت تاني الطلعه اللي كانت، لان الزياده اللي موجوده دلوقتي في الاسعار في السوق دي زياده غير طبيعيه وغير يعني مبشره بخير للشعب المصري. لكن احنا بنتمنى فعلا ان الدولار ينزل، الاسعار هتنزل ده 100%. طيب جميعنا نتمنى ذلك يا استاذ محمد، لكن هناك الكثير من الاقاويل في هذا الحديث ربما ساناقشه فيما تبقى من الحلقه. استاذ محمد بركه رئيس المجلس المصري الاندونيسي سابقا، شكرا لك على المداخله. اشكر الضيفين الكريمين، دعونا ننزل الى الشارع المصري لنتعرف على رايه فيما يحدث اقتصاديا. استيراد للسرع الغير ضرورية مهم جدا، مش بس سنة ولا سنة، لا يا ريت على طول، لأن ده هيشجع إن بلدنا إن شاء الله الاقتصاد ينمو
وتنعكس على السلع الأساسية الضرورية وتبقى متوفرة. قلنا أي منتج بيتصنع محليا نوقف استيراده على أساس نشغل العمالة المصرية وفي الوقت نفسه نحد من موضوع أزمة الدولار. ده شيء طبعا يعني اتكلمنا فيه من زمان قوي. ما بنستخدم أي سلع أساسا هنا ملهاش لازمة بنجيبها وبنصرف فيها فلوس زيادة يعني. حل في مصر الإنتاج، لازم الإنتاج. احنا تقريبا بنستورد 76%، فما ينفعش كده، لازم يبقى عندنا انتاج عشان نعرف نتغطى في موضوع الدولار ده وبنتحكم في كل حاجه. يعني انا ببص القرار ده كان المفروض يتاخد من 10 سنين من 15 سنه، ليه احنا بناخد القرار بعد ما نغرق؟ ليه ناخد القرار كده؟ ما القرار ده فيه سلع بيعملوا قائمه، هيئه الاستصلاح هيئه الاستيراد، الحاجه اللي مش ضروريه وترفيهيه انت عايز تجيبها ادفع ضريبه عليها 1000%، طالما البلد مش محتاجاها. فمش ضروري طبعا السلع اللي بنجيبها من بره، في كتير قوي حاجات مش محتاجينها دلوقتي ولا هتاثر فينا ولا هتعمل لنا اي حاجه طبعا مضره خالص. فانا اشجع الصناعه المحليه، احنا عندنا فلاحين وعندنا زراعه وعندنا حاجات اساسيه اللي ناخدها بس، ما فيش حد يستغلنا، ما فيش اي حاجه، لان مصر ام الدنيا واحنا عندنا حاجات كتير وعندنا ايدي عامله هتنتج لنا ان شاء الله في الفتره الوجيزه. يا ريت نشجع على المنتج المصري ونشجع على منتجنا بحيث يبقى افضل، ونساعد الشباب ان هم يعتمدوا على المنتج والشعب الافضل عشان نوفر الفلوس دي بدل ما تطلع لبره، يبقى احنا ايه نوفر المنتج المصري. كانت هذه مجموعة من الآراء المختلفة للجمهور المصري. ترى ماذا حصدت لنا آلاء من آراء مختلفة عبر فضاء الإنترنت؟ آلاء ماذا لديك هذه المرة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل ماجدة نستكمل معكم مجموعة جديدة من الآراء التي ما زالت ترد إلينا حتى الآن والتي لا تختلف كثيرا عن آراء أيضا المواطنين في الشارع. معنا محمد حبيش يقول مبادرة تدل على الوطنية وحب مصر وهي فعل وليس كلام، وحيث إنها تأخرت فإنجازها يعتبر مشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية، ولكن هل الكل سيلتزم بهذه المبادرة ولا تجار أهل الشر سيكون لهم مواقف أخرى؟ فتحي مبارك يقول مبادرة جميلة وأرى أنها في وقتها، حيث أن مثل هذه المبادرة فرصة في ترشيد أو تخفيف الضغط على الدولار، وخاصة أنها سلعة غير أساسية بالنسبة للمستهلك، وهذه المبادرة خطوة نحو ترشيد الإنفاق بالنسبة للحكومة والمستهلك وتساعد في وقف ارتفاع الدولار. السيد يونس يقول لا شك أن مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها المعاصر تتطلب منا جميعا التكاتف والوقوف وراء رئيسنا الذي نثق في وطنيته وإصراره على الإصلاح الاقتصادي بالرغم من قسوة هذه الإجراءات، إلا أننا نتفهم حقيقتها ويجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا ضد المغردين والفاسدين لكي لا يتلعبوا بمشاعر شعبنا الواعي في ظل تلك الخطوات التي هي ليست مسكنات ولكنها كما يقول استخدم فيها مشرط الجراح، وهذا لكي ندفع فاتورة تدهور الاقتصاد. أبو عبد الرحمن المصري يقول قرار سليم 100%، لكن بعد قرار السيد محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه وتنزيل سعره الى 48%، هذا القرار ليس له فائده كبيره، فتحرير سعر صرف الدولار بالبنوك لا يصلح بالوقت الحالي، وكان من الممكن ان يتاخر لاسبوعين او شهر على الاكثر لكي يتم ضبط سوق الصرف والتخلص من السوق السوداء وتحديد السعر الفعلي للدولار كما يقول ابو عبد الرحمن بدلا من الاسعار الجزافيه الموجوده. هاني شاور يقول قرار سليم إيجابي ويريت يدوم لسنوات حتى نستطيع عبور الأزمة. ممدوح أبو عاصي يقول مبادرة اتحاد الغرف التجارية بترشيد الاستيراد لمدة 3 أشهر تأخرت كثيرا، فيجب ترشيد الاستيراد والاستغناء عن السلع غير الضرورية والتي لها بديل محلي حتى يتم تشجيع الانتاج المحلي والقضاء على أباطرة السوق السوداء والحفاظ على الاقتصاد المصري من التدهور. إذن مجد أيضا هذه مجموعة أخرى من أراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة. ما زلنا في غرفة المتابعة الإلكترونية، نتواصل معكم ونستقبل المزيد من الآراء، ولكن الآن إلى حوار آخر مع مجد القاضي. إليك مجد. شكرا لك يا آلاء حامد على هذه المشاركات التي حصلتيها عبر فضاء الإنترنت، أشكرك كثيرا. أعود لفتح الحوار مع ضيوف الكرام مرة أخرى، ربما عن المواطن هذه المرة، ربما تابعنا القرارات الاقتصادية وآثارها والمتوقع في الفترة القادمة في حركة الدولار وحركة الاقتصاد،
ماذا عن تأثيرات هذا على المواطن المصري وكيف يمكن التقليل منها وكيف يمكن التعامل معها أيضا؟ سوف نفتح هذا في هذا الجزء من الحلقة. معنا عبر الهاتف دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أستاذ إسماعيل حماد الكاتب الصحفي بجريدة الوطن. أرحب بالضيفين الكريمين. أبدأ الحوار مع دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. أهلا بك دكتور علي بعد التحية. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. دكتور علي، قرار وقف الاستيراد لفترة زمنية ورفع الجمارك من قبل كلها قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد في محاولة لخفض الأسعار، ولكن يأتي عملية تعويم الجنيه ثم عملية رفع الدعم عن المحروقات وساليه أو ما نرى أن هناك العديد من القرارات الاقتصادية في اتجاه الإصلاح، حزمة إصلاحات متكاملة، وبالتالي فكرة أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بعيدة بعض الشيء، هل ترى هذا؟ خلينا نبدأ الأول أن ترشيد عملية الاستيراد أن احنا نبتدي نشرد الاستيراد بتاعنا الخاص بكثير من السلع وبالأخص السلع الكمالية، ده في حد ذاته احنا عندنا عجز في الميزان التجاري، يمكن بنتكلم في حوالي 49 مليار دولار، رقم ضخم جدا، محتاجين ان احنا ازاي ان احنا نقلل من قيمة العجز دوت، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نستغل الكمية الدولارية اللي عندها او المعروض من الدولار في ان يبقى فيه استغلال امثل ليه من ان احنا بنستورد فعلا الحاجات الاساسية او السلع الاساسية بالنسبة. ده الجزئية الاولانية. الجزئية اللي بعد كده حصل الاجتماع الخاص بيه مجلس اعلى للاستثمار وتم اصدار 17 قرار، انا بشوفهم قرارات مهمه جدا 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 للاستثمار في مصر، وفعلا قرارات ان شاء الله يكون ليها دورها في تحفيز ورفع معدلات الاستثمار سواء المحلي او الاجنبي. جينا بعد كده حصل يوم الخميس الصبح القرارات الخاصه بتحرير سعر الصرف، وده كان يعني خلينا نقول ان هو قرار جاء متاخرا لسبب، لان احنا كنا شايفين فجوه كبيره جدا ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، واللي كان بيأثر على معدلات الاستثمار بيأثر على الصناع والمستوردين، وبالتالي كان لازم يبقى في تحرير بحيث ان انا في الاقتصاد المصري يبقى عندي سعر موحد للدولار، او بمعنى اصح يبقى انا الاعتماد الاساسي بالنسبه لي على جهاز المصافي على جهاز الرسمي، ما يبقاش في اللجوء للسوق السوداء. في نهاية يوم الخميس مساء ظهر القرار الخاص بتخفيض الدعم الموجه للمحروقات أو بمعنى أدق ارتفاع أسعار الوقود، وده اللي يمكن عمل بشكل كبير جدا رد فعل أو أثر يمكن خلينا نقول سلبي لدى عديد من المواطنين، نتيجة إن هم كانوا بيشهدوا رفع في معدلات التضخم أو ارتفاع في مستوى الأسعار الفترة اللي فاتت، كنا بنتكلم في معدل التضخم حوالي 16%، وبالتالي ارتفاع اسعار البنزين والمحروقات سوف يؤدي لارتفاع الاسعار مره اخرى. امبارح في البيان الصحفي الخاص بالحكومه فعلا اعلنت ان الاسعار متوقع ان هي هترتفع، متوقع ان هي تزيد. كنا منتظرين من الحكومه فعلا ان هي تدينا الخطه ازاي ان هي هتحارب ارتفاع الاسعار دوت، ازاي ان هي هتحمي محدودي الدخل، ازاي ان انا تكاليف الاصلاح الاقتصادي يتحملها الجميع وليس محدودي الدخل. فقط. دي الإجراءات أنا كنت منتظر إن يبقى يعني فعلا هي يمكن رئيس الوزراء أدلى بتأكيد إن هيبقى فيه بالنسبة للتموين أو البطاقات التموينية هيبتدي يرفع شوية، وهو ده اللي حصل بالأمس بالفعل، هو قال إن البطاقات التموينية هتزيد بمعدل وصل 21 جنيه بدل 18 جنيه. سؤالي هل ده فعلا هيبقى كافي لحماية محدود الدخل من ارتفاع الأسعار؟ هل إحنا عندنا فعلا آليات الرقابة اللي احنا نقدر نوجه فيها؟ احنا دلوقتي شايفين يعني اذا دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد يتساءل، نحن تعرفنا على ماهيه الوضع الاقتصادي وابعاده كاملا، لكن لم تطلعنا الحكومه بشكل واقعي على منظومه عمل للفتره القادمه لحمايه المواطن وخاصه محدود الدخل من مغبه القرارات الاقتصاديه او فلنقل من تبعاتها، لان هذه القرارات كانت ستحدث. نتوجه بالسؤال للاستاذ اسماعيل حماد الكاتب الصحفي بجريده الوطن. اهلا بك استاذ اسماعيل. اولا اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين جميعا. نعم، الحكومه كما كنا نناقش ان كنت معنا في ما سبق من الحوار عرضت ماهية الوضع الاقتصادي بمنتهى الوضوح في المؤتمر الصحفي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مهندس شريف اسماعيل، لكن الدكتور علي الإدريسي يرى أنها لم تقدم
ما هي الطريقة التي سوف تتعامل معها في الفترة القادمة مع محدود الدخل؟ كيف ستقدم له الدعم والعون في الفترة القادمة؟ تعليقه. مبدئيا احنا عايزين نوضح ان بعض الاجراءات اللي قام بها البنك المركزي والحكومة المصرية خلال اليومين الماضيين تضمنت حزمة متكاملة لتصحيح المسار الاقتصادي والنقدي في السوق. نعم. انا مش هعيد الكلام عن الاجراءات اللي اتعملت، لكن نعم. من بينها وحاجة الناس برضو متخدش بالها منها كويس قوي، هي مسألة رفع اسعار الفائدة على الجنيه المصري. نعم. هذه المسألة طبعا البنك المركزي رفعها بنسبة 3% ووصلت اسعار الفائدة في البنوك وخاصة البنوك العامة الاهلي ومصر الى 20%، وهذه معدلات غير مسبوقة بالمرة. هدفها الاساسي هو جمع السيولة او سحب السيولة بالجنيه المصري من السوق لتخفيف الضغط على الدولار، دي نمرة واحد. نمرة اثنين لتخفيض او لمحاصرة واستهداف معدلات التضخم اللي ارتفعت لمستويات. ما ايجابية هذا القرار من وجهة نظر؟ ايجابية هذا القرار انها بتخفف الضغط على الدولار، يعني انا معايا جنيه سيولة في ايدي هروح احطها في البنك واخد عليها 20% فايدة، بدل ما اروح اشتري دولار في وقت سعر العملة اصبح فيه متذبذب. نعم. طيب في وجهة نظر تانية يا استاذ اسماعيل بتقول في هذا المضمار، طيب ما انا كده هاسهل على الناس فكرة انها تضع فلوسها في اوعية ادخارية بيحصل منها بشكل امن على من 18 ل 20% بشكل سنوي، وباقلل من فرص الاستثمار، لان مين اللي هيتجه للاستثمار؟ عندما المصارف تستخدم هذه الاموال في تمويل الاستثمار. انا المواطن لما ياخد الفلوس دي ويشتري بها شقه ويركنها هذا ليس استثمار، لكن الاستثمار هو ان تدخل الاموال الى المسار الرئيسي والرسمي وهو القطاع المصرفي. نعم. هو مهمته الاساسيه هو تمويل الاستثمار. المواطن اللي معاه 10,000 جنيه و100,000 جنيه ومليون جنيه ده مش استثمار، يعني هيستثمر ايه؟ هيعمل ايه؟ هيعمل مصنع؟ يعمل مصنع ويدخل وياخد تمويل من البنوك، لكن احنا الهدف الاساسي هو انك تجمع السيولة من السوق لتخفيض الضغط. أيوة. على العملة. عند هذه النقطة لأنها من أكثر النقاط أيضا التي يعني دار فيها جدل بين المواطنين وسمعتها بنفسي في هذا النطاق، اسمح لي أن أخذ رأيا آخر وأعود إليك أستاذ إسماعيل من دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام أهلا بك. مساء الخير. يسعدني ان انا انضممت لهذا الحوار عند هذه النقطه وهي مساله رفع الفائده بالبنوك. بعض البنوك اعلنت ان الفائده ستصل الى معدل 20% وهو معدل غير مسبوق. البعض راى في هذا القرار الاقتصادي امر مخيف بعض الشيء، لان الغالبيه العظمى ستتجه لفكره الاقتصاد الامن بوضع اموالها في البنوك والبعد عن انشاء مصانع صغيره، مشروعات صغيره ومتوسطه وما شابه. تعليقك. هو بالتأكيد مزيد من رفع أسعار الفايدة على الجنيه المصري بيعد قيد على الاستثمار. نعم. بالتأكيد ده لا يشجع الاستثمار، لكن هل هذا الأمر سوف يستمد معنا لفترة زمنية طويلة؟ لا أتصور هذا، لأنه أتصور أنه ما طرح من وعاء ادخاري هو مدته سنة ونص، وكان عامل الفريق أن البنك المركزي يقدم على رفع أسعار الفايدة على الجنيه كي يزيد من جاذبية الجنيه أمام الدولار، وهو البنك المركزي والجهاز المصرفي يتحرك لضبط سوق الفرش والحث على بأدوات اقتصادية، حث على مواطنين والشركات من التنازل عن النقد الأجنبي اللي بيحوزوه وتحويلهم إلى الجنيه. فكان عامل منطقي وطبيعي إنه البنك المركزي يخدم على رفع خطوة على رفع سعر الفايدة على الجنيه، لكن أتصور إنه هذا الأمر لن يستمر كثيرا. لن يستمر كثيرا هذه الفائدة أو هذا المعدل من الفائدة. نعم. لن يستمر معدل الفائده هكذا؟ اتصور انه بمجرد ضبط معشرات الاقتصاد سوف يعود اتجاه اسعار الفائده مره اخرى للانخفاض. نعم. دكتور هشام اريد ان استفيد من وجودك معي في الحوار على عجاله. دكتور هشام، هل تتوقع استقرار سعر الصرف في الفتره القادمه على المدى القصير ام الطويل؟ لا بالتاكيد دي مساله ايام معدوده، سوف يستقر سوق الصرف خلال هذه الفتره، ثم فيما بعد سوف يتجه اسعار الصرف لمزيد من الانخفاض. نعم. واقع الامر ما يحدث الايام والساعات الماضيه هو نحن في مرحله تكسير العظام فيما بين الجهاز المصرفي ببنوكه الكبرى في مواجهه مضاربين ومحتكرين للنقد الاجنبي. اتصور انه الغلبه سوف تكون في النهايه للقطاع المصرفي. من
وندخل في منافسه مع البنك الاهلي مع بنك مصر مع الفئه دي. وصلت وجهه نظرك. نعم وصلت وجهه نظرك دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، اشكرك على المداخله وابداء الراي. اشكر ايضا ضيفي الكريم استاذ اسماعيل حماد الكاتب الصحفي بجريده الوطن. شكرا للضيوف الكرام. اعود مره اخرى الى الاء حامد فلديها المزيد من الاراء في موضوع حلقه اليوم. ماذا لديك الاء؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل مجدة ما زالت ترد الينا اراء المشاهدين حتى الان عبر صفحه البرنامج، ولكن نحاول سريعا استعراض مجموعه اخيره من هذه الاراء. محمد يقول مبادره اتحاد الغرف التجاريه بترشيد الاستيراد لمده 3 أشهر هي قرار صحيح 100%، وهو تاخر كثيرا ويجب عدم استيراد اي منتج من الخارج اذا كان هناك منتج مصري مماثل له، وذلك دعما للمنتج المحلي وتقليل البطاله وتقليل الطلب على العملات الاجنبيه. اشرف ابو الهلالي يقول ايضا قرار طيب، وكان لابد من اتخاذ هذا القرار عندما تجاوز الدولار حاجز 10 جنيهات. محمود الضوء ايضا يقول قرار الحكومة بحظر استيراد هو كما يصفه متأخر لكي يعمل الشعب والمجتمع للوطن وليس للفوضى، والعمل ايضا على تطبيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي والحد من استيراد السلع غير الاساسية مثل الالعاب ومستحضرات التجميل والمواد الترفيهية وما الى ذلك. علي السعيد يقول في بلد مثل مصر تعاني قلة موارد مقارنة بزيادة سكانية كبيرة والتزامات وأعباء لتوفير المتطلبات الضرورية لعموم الشعب، وجب على أجهزة الدولة اتباع سياسة الترشيد والاستخدام الأمثل بهذه الموارد المحدودة لتلبية الاحتياجات حسب أهميتها، فلا يكون استيراد السلع الاستفزازية على حساب سلع ضرورية كالدواء والغذاء ومستلزمات الإنتاج، وهو قرار صائب أتمنى تنفيذه كلما اقتضت الضرورة. إذن مجد هذه آخر مجموعة من آراء مشاهدينا حول موضوع الحلقة. بالطبع مشاهدينا نشكركم على تواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج، والآن إلى ختام الحلقة مع مجد القاضي. إليك مجد. شكرا لك علاء حامد على كل ما قدمته وما أحصيته من آراء في هذه الحلقة. إذن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والتي تصب في اتجاه الإصلاح الاقتصادي لن تكتمل إلا بتوضيح موقفها أيضا من كيفية حماية المواطن حتى يستطيع هذا المواطن أن يكون إيجابيا في تعضيد وتقوية هذه القرارات الاقتصادية. انتهت هذه الحلقة وموضوعها الذي سيستمر لفترة طويلة على ما يبدو في النقاش، ولكن إليكم سؤال حلقة الغد وهو ما رأيك في قرار تشكيل اللجنة الوطنية المختصة بفحص موقف الشباب المحبوسين؟ ما رأيك في قرار تشكيل اللجنة الوطنية المختصة بفحص موقف الشباب المحبوسين؟ هذا هو سؤال حلقة الغد. دوما بيننا وبينكم همزة وصل، نفتح بها بابا للحوار. شكرا لكم.